كيف ما كتشوفوا اليوم على غير جميع السنوات، وهذا كيجي في اطار الحرص ديال السيد عام صاحب جلاله على المواطنين اللي هما بدون ماوى للحمايه ديالهم موجه ديال البرد القارس، كتنظم هذه الحمله على غير جميع السنوات، يعني في النسخه ديالها السابعه، بتنسيق وشراكه مع مندوبيه التعاون الوطني وجماعه زكان ومندوبيه الصحه والمصالح الامنيه والسلطات المحليه. هذه الحمله اللي انطلقت يوم 16 جنبير 2022 اللي كيتم من خلالها الايواء ديال الاشخاص داخل هذا الفضاء هذا بالقاع متعدد الاستعمالات مدينه إنزكان، وكيتوفر لهم جميع الشروط الضروريه للعيش والحمايه ديالهم من استحمام الحلاقات غير الملابس وكذلك التغذيه، بالاضافه الى العمل على الحالات على الحالات الاشكالات ديالهم الاساسيه من اجل يعني كبح الانتشار ديالهم والرجوع ديالهم للشارع يعني بعد انتهاء هذه الحمله. وكيف ما كتلاحظوا فان يعني منذ يوم 16 جنبير انطلاق هذه الحمله فان كتشهد واحد العدد كبير من المستفيدين على مستوى مدينه إنزكان اللي كيتجاوز في الليله كمعدل كاين الليله اللي كتجاوز يعني 87 90 ليله اللي كنوصلوا 103 ديال المستفيدين اللي كيكونوا موزعين يعني بين النساء اللي كيكونوا بين 5 حتى 7 نساء وكذلك الاطفال اللي ما كيتجاوزوش واحد 6 ديال الاطفال، اما باقي فهما مجموعه يعني البالغين يعني الذكور البالغين اللي كتجاوز الاعمار ديالهم من 20 الى غايه 62 سنه. هذه الحمله يعني كتلقى استحسان كبير من طرف ومن طرف الساكنه، وكتم يعني بتنسيق واشراف دائم ديال السلطات الاقليميه والسلطات المحليه بمدينه إنزكان. انا يا اصلا بنت مراكش ولكن كبرت في الصبيره والوالدين ديالي توفوا وجيت لهنا على حساب المدينه كادير باش نبحث على عمل ما لقيتش. من بعد صعدني واحد السيد يعني بلا ما نذكر سميتو تيرجع لي الفضل بزاف، يعني حط لي وليداتي في الجمعيه، عندي 3 الوليدات، انا ام عزيبه سليباتير، يعني الظروف اللي خرجتني لهذا الميدان، ولكن الحمد لله باغا نحيد من هذا الشد الزنقه، يعني ما خدامش الانسان يعني توكل على نعمه الحلال ويبدا حياته من دو جديد. صافي يعني تتعرض للشارع بزاف الاهانات، يعني خفت على راسي بزاف الحوايج، عندي وليدات يعني واحد النهار هيكبروا ما يتقبلوش هذاك الوضع اللي هم فيهم. انا تنتمنى لولادي نشوفهم في احسن المستوى وقاريين ان شاء الله وبخير، ولا وليدات المسلمين اجمعين. ساكنه مستقره عند هاد الناس في هاد الجمعيه الله يجازيهم بخير، هما اللي جابوني ووقفوا معايا الحمد لله تبدلت حياتي لاحسن، وليت تنصلي يعني بحال اش نقول لك بحال مرضت ولكن ولات حياتي لاحسن مع هاد الناس، عشت معاهم ظروفهم، كل واحد مسكين وعنده مشاكله او اي وحده، دول هاد الناس تساعدوا معانا وتنباتوا عندهم الله يجازيهم بخير يتعاملوا معنا زوين. الظروف جاني الظروف ديال البرد وداك الشيء، جاني هاد الناس باش نباتوا هنا ونتعشى هنا راه جزاهم بخير. هو صافي دارولهم فيه الله يرحمهم الوالدين، صافي شرعت الله. انا كبرت هنا، هنا سيدي فاكا جرنيت في الشارع بزاف، وخصوصا وخاصه قاعد فاش كبرت هنا. اوا تشريت الله، اوا الظروف الظروف جاتني الظروف صافي، وكملت الزنقه وجو هاد الناس قال لنا الله يجزي الله راه كافي انتبهت، وحنا جينا هنا الحمد لله الله يجزيكم بخير والعشاء والناس هنا بخير وعلى خير الحمد لله. احنا عشنا غير ما سمعتوا داك الشيء، قسم الله كاين شي حاجه من الحانوت وداك الشيء كناكلوا صافي، بحال نكاس كروز بحال الحليب بحال المهم داك الشيء اللي الزقه هذا الشيء اللي كاين صافي. اللي قبل الزقه كان نطلب الله سبحانه وتعالى يجوا يبات هنا ولا نشوفوا المهم الله سبحانه وتعالى اجلهم التوين باش يجوا هنا تدير الله التوين. انا كان دباني راسي مره خدامه، انا الكروسه عندي واحد الكروسه كان دباني بها العشيه كنجي هنا ان شاء الله دابا يسخى الله. الكروسه فاش كان بتنا هاد لي الكروسه او من جوا الناس قال لي يلا دير حتى تما من البرد يلا نديك تما وانا نجي هنا، هادشي اللي كاين.